يعني اعلان لبنان ان خطه التفاوضي هو 23 هو خساره منذ البدء لكل هلا كل شيء نعمل عم نحن دفعنا كل شيء وببلاش. نحن بعدنا على 23 طبعا هيدا 29 ولا مرة تبنته الحكومة. يوم ذاك دخلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ووزير أشغالها محمد الصفدي في مفاوضات مع الجانب القبرصي لمحاولة ترسيم الحدود. هن كانت نقطة القوة تاعتهم انه انتم خطوطكم الموضعة بالأمم المتحدة هي الخط 23، وهذا كان السكين اللي بظهر الوفد اللي حاول عطول يطلع منه. يمكن لأي دولة أن تسحب وثيقة عائدة لها تم إيداعها من جانب واحد لدى الأمين العام للأمم المتحدة. نحن حطينا وثيقة فينا نعدلها. ومنذ اليوم الأول وبكل اجتماعاتي مع السفير ديوشي جانبيا وهيك كنت أعلن أن الخط 23 غير موجود بالنسبة للبنان. Elements of the Lebanese government want to include a package here for border demarcation that includes the delisting of Gibran Basile as corrupt.